السلام عليكم ورحمة الله الخوت، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ كلشي مزيان، هاني الأمور. هادي واحد البليصة في أكلمام عزيزة، أكلمام عزيزة في مصر، واحد البليصة مقيمين فيها الدراري. جينا دوزنا معاهم واحد اليومين، مش غادي نقول لكم الخوت، زعما داكشي سبحان الله العظيم. ما مقيمين في واحد البلاصة شوية واعرة، وإنما في نفس الوقت زوينة، فيها الكالم، وفيها هي تحت من الجبل حدا الفريغو. كاين اللي عارف هاد البلاصه وكاين اللي ما عارفهاش. اغلبيه الناس تقني فرا عارفينها، ولكن جات صعيبه شويه اللي بغى يخيم مع الباكتاج، داك الهزان ديال الباكتاج ولي طونط والكواش والرافيتمون والغطاو. ولكن تعاوننا ان شاء الله حتى وصلنا لهنا، والدراري اللي معانا نيت. المهم الخوت، هاد البلاصه هادي تيقولوا لها الفريغو، انا غنوريكم لي طونط فين محطوطين. وجينا دوزنا واحد يومين مع الدراري ديالنا هنايا، مخيمين في واحد البلاصه. يا سلام، زعما داكشي زوين تبارك الله. الحاجه اللي زوينه فيها هي الكال، بعيده على الناس وبعيده على. وهانتوما الخوت كما كتشوفوا، كنوريكم واحد الجبل، حنا راه مخيمين تحت منه النيت. وهنا هاد واحد الشق كبير سبحان الله العظيم، جبل كامل مقسوم على جوج. وفي هاد البلايصة هادي تيقولوا لها الدراري الفريغو، هاد البلاصة كنقولوا لها الفريغو. هي باردة بزاف، دايرة بحال اش غادي نقول لكم، كتر من الثلاجة. تدخل كتبغيها لي طونط كيما قلت لكم، لي طونط ديالنا فين محطوطين، قرابين لهاد الفريغو هذا، ماشي بزاف، قرابين شوية. هانتوما الخوت، هذا هو الفريغو، هذا هو الفريغو فاش كنحطو أي حاجة، الخضرة، اللحم، الديسير، المناضة، أي حاجة ممكن تخسر. هادشي هو اللي زوين في هاد البلاصة كاع، وهو أي حاجة جبناها يعني ما كيخسر، ما كيضيع علينا والو إن شاء الله. هذا هو الفريغو الخوت، هو راه فيه تقريبا نص مترو ديال العرض باش ممكن تدخل، وإنما شوية أنا غادي ندخل شوية، واحد 10 مترو ولا 15، داكشي علاش قدرت باش نوريكم داكشي الداخل. ديكورات واعرين سبحان الله العظيم، وبارد بارد بارد بزاف الخوت، والله العظيم الى الجاكيطة اللي لبست باش ندخل نصور شوية لداخل. هانتوما الخوت، شوف سبحان الله العظيم، الالوان الزرق الصفر الاحمر سبحان الله العظيم. كاينين جوج ديال الفريغوات في هاد البلاصه، واحد ضيق شويه ما كيلقاش الانسان اللي يدخل، هذا تقريبا هذا واسع، هذا واسع كاين من يدخل الانسان ويحط داكشي ديال الماكله ديالو. هانتوما الخوت، باش دخلت شويه لداخل شعلت البيل باش ديال التليفون باش يبان ليا شويه شنو كنصور. هانتوما الخوت، هذا هو الباب ديال الفريغو. كتدخل واحد 3 مترو، كنحطو الكلاسيير، المناضة، الديسير، الحوت، واخا كنصيدو الحوت زعما الا كان كتير شوية، وهذا كيبقى هنا كيبقى بارد. هانتوما الخوت، اللحم، اللحم ديال الدجاج، اللحم الاخر كيبقى معلق وكيبقى بارد، يجلس 6 15 يوم كنجبدوه مجمد. هانتوما الخوت، شوف داكشي كيدير من الداخل سبحان الله العظيم. هذا اللحم معلق هنايا تيبقى بارد، قراعي ديال الماء باردين، يعني المشكل ديال التخييم في اكل المام هو شويه البروده، الماء بارد والديسير وداكشي كيبقى يخسر داكشي. ولكن الحمد لله هاد البليصه هادي واخا شويه واعره باش توصل ليها وتحط لي طونط وداكشي، ولكن شي بس ما كاين. هانتوما الخوت، شو كيدير داكشي سبحان الله العظيم. انا غندخل شويه وصافي، داكشي علاش قدرت حيت بارد بزاف وظلام. هانتوما الخوت، انا غنفوت دابا هاد الجهه ديال اللحم، كاين شي ديكورات من الداخل سبحان الله العظيم، يعني اش غنقول لكم، شي حاجه
الوان وواحد الشكل سبحان الله العظيم ديال داك الجبل. ندخل شوية الخوت باش نصور شوية ان شاء الله. ومازال غادي لقدام الله اعلم شحال فيه. المهم دخلت داكشي اللي قدرت ندخل عليه مع ما حد كتدخل داخل الظلام والبرد. انا دابا راه شاعل الفلاش ديال التليفون وكنصور شوية. انتم الخوت شي مناظير وشي الوان وشي كولورات سبحان الله العظيم. الصوت ديال الداخل ملي كتعمق شويه لداخل غير واحد 10 متر ولا واحد الصوت سبحان الله العظيم. انتم الخوت شي ديكورات وضيق شويه في الدخله، ولكن ملي كتزيد هذا الفريغو الكبير ملي كتزيد كيوسع يقدر يمشي فيه جوج الناس كاع. وانا كنت غير بوحدي يعني كان شي واحد معايا في الدراري نقدروا نزيدو شويه لداخل. كون عارفين هذا الشيء هذا الله يحفظ تيكون لو ريسك شويه. وهذا انا لبست الجاكيطه الاخوان وقب وقبيه ويدي التكلاصه والنيت. فيها شي حزام من الداخل الالوان سبحان الله العظيم، الخضر الصفر الاحمر. انا نخليكم الخوت باش تشوفوا شويه معايا هاد المناظر هادو سبحان الله العظيم. انتم الخوت الراس ديالو الفوقاني سبحان الله العظيم. برد البرد البرد ثم الخوت بارد بزاف.